الدور اللي أنا وصلت له. هلأ هني بيتمنوا يلعبوا. شو حلو. رندا قاعدة بمرايتك، شو أسوأ شي فيك تطلع بالمراية وشوفه؟ لك هالجعويد اللي مش عم بيروحوا عم بيزيد. عملي بوتوكس؟ ايه إذا في دور بده بعمل. طلع بالمراية بتقولي هيدي الممثلة بتشبهني مين؟ بشوف نادية لطفي، بشوف فاتن حمامة. اوف، يعني ولا حدا من الجيل اللي هلأ عم يمثل. طيب طلع بالمراية وحكي معه شي مش حكيتي قبل، شو بتقولي له؟ آخ ايه هيدي الآخ بدي اياها. هاي مرايتي. شو هي؟ انا لو عرفت قيمة انه لازم كنت من زمان هيك رتب وجهي كنت عملتها. نطرت لهالآخرة ما مش ضابطة. خسقتي شو بدي هلا. هاي جملة قوية على فكرة. تأخرتي ها؟ ما كنت انتبه، ما كنت، لأنه ولا بحياته الممثل كان لازم يكون حلو الممثلة أو الممثل. كان لازم يكون ممثل ليقنع. هلأ صارت موضة ودارجة وأنا برات الموضة. أنت برات الموضة؟ رح تابع بالصندوق مديب حبيبتي. هيدا الدور اللي عن جد إنك بينتي فيه امرأة مسلمة بحجابك بطريقة حكيك، قدرتي وصلتي لي إنه عن جد أنت مسلمة ولستي مسيحية. رح أطلب منك، ما زال أنت كنت مقتنعة بالدور، رح أطلب منك عندي كم سؤال. أنت مع الحجاب أول شيء ولا ضد الحجاب؟ ما بعرف، أنا ما بحق لي أقول شيء. هيدا ليه؟ مع إنه بالمسيحية في حجاب. إيه بدي عازمك تلبسيه. عنا بالدار إذا الوحدة يعني هيدي رسالتها ودعوتها بالحياة. أوكي. إنها تكون بالدار ولما تفوتي على الكنيسة أمرار بتحطي على راسك. بنحط الإشارة على راسنا. صحيح. بدي عازمك تحطي إذا في مجال. يلا أكيد. حجي ضحى. حجي ضحى أمديب. بس صغير. تكرم عينك ها؟ حساعدك أنا. لا لا أوكي. يطلع حقيقي. حقيقي. مديب اليوم ليش انت اللي اخذت هيدا الدور مش ممثلة مسلمة؟ ما بعرف ليش بالتمثيل في مسلم مسيحي. عم بسأل سؤال كتير طبيعي وعن جد عم جاوبك. ما جربت تفكري هيدا الشيء؟ لا. ما سألتي هيدا السؤال؟ لا. ليش انت وليه قدرت توصلينا هيدا الشعور انه هالقد انا صدقك او الناس كلها تصدقك حبيبي انه انت ام الدي ام دي بالحجه اللي فعلا يمكن لو حدا مسلم ما بيقدر يمثل هذا الدور هالقد حقيقي؟ مش لانه مسلمه ومش لانه حجه، لانه اتقن عملي، اتفانى لوصل الصوره صح. اتفانى لاني بحترم هاللي اختارت ولابسه توب صلاه او لابسه دينا بالطريقه اللي هي مختارتها. أكيد بدي احترمها وبدي يكون أدى لوصل الصورة صح. أوكي. مش عيب اليوم اللي قدمت دور مسلسل 2020 هي الامرأة المحجبة اللي فيها الطهارة والنظافة وكل هول تقول أنا بدي أقدم يعني أدي دور بائعة الهوى؟ وين الغلط؟ جاوب اللي سألوا هيدا السؤال. أنا بدي أقول لهم للي سألوا هالسؤال، أنا رسالتي هي التمثيل، يعني أحمل الشخصية وهيدي بتصير قضيتي، قضية كل مرة. إذا كانت هالمرة ظروفها أخدتها لمطرح أو ظروفها أخدتها لمطرح أرقى مثل الحجة مديب. يوم رندا كعدة كمان عند المخدرات حرام؟ أكيد. مين مع المخدرات؟ الحشيش حرام؟ لا مش حرام. مش حرام بس المخدرات حرام. المخدرات اللي بتأذي مثل هوديك الحبوب والهلوسة. شو الشيء اللي عملتي منك مقتنعة فيه انت وعم بتمثلي كنت دور الحجة؟ ولا شيء. ابدا 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 ابدا. وانا سبق ولعبت دور. حفظتي ايات؟ حفظتي قرآن وبسم الله الرحمن الرحيم؟ شو اللي حفظتي منهم؟ ما هو صلاة. اوكي بس انت بعدك حافظة شيء منهم؟ لا.
ابدا؟ لا صار له سنتين. أيه. ما برددهم لان انا ابانا الذي في السماوات. أيه. اذا مش كل ليله بقولها بغلبت فيها. أيه. هو الصلاه هو يعني ديمومه يوميه. ما بدنا نتعب، مشان هيك هي مش رسالتي. أيه. لا اعطي رايي بالدين لاني مني مرسله بهالرساله. انا انسانه فنانه بحمل الشخصيه بكل جوارحها وبأديها بكل ما الله عطاني من موهبة ومن تقنيات اكتسبتها بمعهد الفنون. أنا إنسانة أكاديمية، إذا بتعطيني دور راقصة لازم أقنعك إني راقصة، بتعطيني دور الحجة لازم أقتنع لأقنعك. دايما هاي اللعبة موجودة بأي دور بدي ألعبه. حلو. أه. وبتحسي فيه أكيد. بدي أعزبك نشيله مع احترامي للطب. شكرا. طيب خلينا ناخد هول ولادك. هودي قلبي تمارا بيترا وبيترا. لولا هول وحاوي حاوي 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 لبعد قد ما بدك ضلني اقول الريس حاوي الاستاذ حاوي، انت اليوم كنت انطفيتي، كنت كممثله مطفيه. ليه؟ لانه هن الدعم لك، هن اللي شجعوك، هن اللي اذا بدك جوزك اللي هو حاوي حاوي هو اللي فوتك اللي مسكك بايدك وقال لك لا روحي. اليوم اولادك هن اللي داعمينك بهيدا الموضوع. صح. انت بتنكري لولاهم انت كنت انطفيت اليوم؟ لا ما كنت انطفيت. لا لك ليه؟ لانه المثل اللي جواتي اكبر مني. بس فيك ما يكون عندك حدا عم بشجعك عليها وينمي لك اياها؟ لا هن بزقفوا، هن بحبوا، هن لما اختار دور عندي تمارا يلي هي صارت الكوتش لإلي. صحيح. اللي هي منقعد أنا وياها منرسم تفاصيل الشخصية ومنفوت لأبعادها ومنحملها هوية منعطيها بصمة. هيدا الشغل يلي كنت عم جرب لك إياه. نعم. إنه الممثلة هالقد بتشتغل على تفاصيل لتطلع من بائعة الهوى تحفة. حلو كتير. هيدول الأولاد اوكي رح اعطيكي تمسكيهم. يبروني. ولاول مره رح اطلب من زوجك اللي انا سميتكم عصافير الحب، شفتكم كيف تعدوا مع بعض يعني قبل ما نبلش تصوير، وطلبت منه بعده لهلا مش عم بيوافق، رح ارجع اطلب منه للمره المية لو بدي احطك بهيدا الموقف انه لاول مره تطلب. لهلا بليها بليها. تفضل. لا مش هالقدك. تفضل تفضل. اذا هيك ولا بد. تفضل تفضل تفضل. هيدا زوجة لرندا كعدي، بيّا لبيترا وتمارا. بيّا لبيترا ولتمار. سؤال سريع، ليه هالقد انت رجل هني؟ ليه هالقد حنون؟ ليه هالقد ليل اللي مثلك اليوم؟ يعني يمكن مش قليل بس يعني سؤال ما جاوبش عليه. شو بدي جاوب؟ صعب. صعب ها؟ صعب يعني. شو اللي بيحببك برندا كعدة؟ ليه بعدك هالقد متمسك برندا كعدة؟ لأنه بس الواحد بده يختار حياته، بيختار شريك حياته، بده يكون يشوفه بكل شيء فيه. يا بيقتنع يا ما بيقتنع. فهالقناعة مثل ما هي اقتنعت فيه نفس الشيء يعني أنا وياه. أكيد. وكفينا هالمشوار وباقيين. تعبتك؟ لا بالعكس أبداً. يعني رندا شو بدك تقولي له لجوزك اليوم؟ دي أول مرة بيطلع قدام الناس وبيشوفوه الناس، شو بدك تقولي له؟ أنا بفتخر إنه ربي كتب لي هالنصيب وهالقسمة إنه نمشي الطريق أنا وياه ويكون عنا بيترا وتمارا. سألتك هذا السؤال تحت الهواء بس ما سألتك إياه على الهواء، كنت بتحلمي إنه يكون عندك صبي؟ لا. لأنه ما عندي فرق بين البنت والصبي. أوكي. هن ولادنا. فيك تسأله لأله. حأسأله هيدا السؤال لأنه الرجال بحب. أنت كنت عبالك يكون عندك صبي يمسك اسمك أو هيدا التعبير ما بيعني لك كتير؟ مش كتير يعني. وإلا كنا رجعنا جبنا بعد. صح. وبعد تيجي صبي. صح. بس اقتنعنا بولدين شو ما كانوا يعني. الله يخليكم يا رب. والبنت مثل الصبي يعني بالأيام ما هي إنسان طلع فيها إلا شيء مش قايله قبل. مش قايله كل شيء. قول شيء مش قايله او شيء الناس ما بتعرفه. ضعافه. هلا بجرسني. بتقلها ضعافه. بتقلها ضعافه.
لأنه نصحت كتير. نصحت شوي لأنه مريحة بتعرف. صح ايه عطيها الهنا كله. شو بدي إلا بقلها أنه بعدني بحبها مثل ما أول يوم تعرفت فيها عليها. وبرني وأنا أكتر. وهيك. تعمثل معي. وحياة الله بتلعب دور جوزي. يلا. يلا قوم لينط على النفس. بقول لك أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لإلك. ميرسي شكرا لاستقبالك. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. تعطيني هالصورة.